عبر الأقمار الصناعية ينضم لنا وسام يوسف مراسل الأخبار الآن من هناك. وسام مساء الخير. القوات العراقية إذا باتت على مشارف الأحياء السكنية القريبة من الجامع النوري، باتت أقرب إلى الجامع النوري. آخر التفاصيل، آخر ما جرى على الأرض، أي تقدم سجل إلى الآن، إضافة إلى أهمية وصول القوات العراقية إلى هذه النقطة؟ نعم، بما يخص معركة الموصل القديمة، اليوم قوات الشرطة الاتحادية كان لديها تقدم إلى هذه المنطقة من الجزء الغربي لتعزيز قربها من هذه المنطقة. هذا كان الهدف هذا النهار، تم تحقيق هذا الهدف، تمكنت من التقدم لمئات الأمتار في هذه المنطقة لغرض الوصول إلى نقطة شروع في الهجوم والدخول إلى هذه المنطقة بما يخص الموصل القديمة. ما يخص المحور الثاني، محور مكافحة الإرهاب، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تحرير حي الآبار بالكامل ورفع العلم العراقي فوق المباني في هذا الحي. أيضا تم تحرير جزء كبير من منطقة حي التنك إلى أقصى غرب الساحل الأيمن من مدينة الموصل. هذا مجمل ما الذي تم تقدم وحققته القوات الأمنية العراقية هذا النهار. أيضا من الأمور المهمة الذي حققته الفرقة التاسعة في إلى الشمال الغربي من مدينة الموصل، تمكنت من الوصول إلى منطقة مشيرفة التي هي أولى أحياء مدينة الموصل من هذا المحور، البوابة الشمال الغربية من جهة الشمال غرب الموصل، أيضا أصبحت على تماس مع أولى أحياء مدينة الموصل. بالعودة إلى معركة الموصل القديمة، هذه المعركة التي من المنتظر أن تنطلق خلال ساعات أو خلال الأيام القريبة القادمة، هي تعد نقطة مفصلية في معركة تحرير الجزء الغربي من الموصل، كونها تشكل أحد أكبر التحديات في هذه المعركة، وأيضا كونها تحوي جامع النوري، يعني هذا الجامع الذي ألقى البغدادي خطاب الخلافة منه في الموصل.